أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف لحبيب الصيد بعد أسابيع من المفاوضات عن تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة حركة النهضة من خلال منحها وزارة التكوين المهني والتشغيل وثلاث وزارات دولة. تشكيلة حكومة الصيد الجديدة تخرج إلى النور، لكن هذه المرة بمشاركة حركة النهضة من خلال منحها وزارة التكوين المهني والتشغيل وثلاث كتابات دولة. توسيع تركيبة الحكومة إلى أحزاب أخرى وتعزيز حضور الوجوه السياسية إلى جانب الكفاءات المشهودة لها بالخبرة والتمكن من الملفات التي ستوكل إليها. كما تشارك في الحكومة الجديدة أحزاب نداء تونس وأفاق والاتحاد الوطني الحر، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة. وقد أوكلت الوزارات السيادية وهي العدل والدفاع والداخلية إلى شخصيات غير حزبية، في حين تقلد أمين حزب نداء تونس الطيب البكوش مهام وزارة الخارجية. ويتوقع أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان الذي سيعقد جلسة لتصويت الأربعاء، خصوصا أنها تحظى بمساندة أغلبية واسعة من قبل الكتل البرلمانية الرئيسية. حركة النهضة هي جزء من الطيف السياسي الذي ولئن أخر للدرجة الثانية بعد نداء تونس إلا أنه يحوز 27% من أصوات الشعب التونسي، وتمثيله بهذه الحكومة يدفع على المساعدة على قبول هذه الحكومة قبولا حسنا من قبل الأطراف السياسية المختلفة. ويرى مراقبون أنه بإعلان تشكيلة الحكومية الجديدة يكون رئيس الحكومة المكلف لحبيب الصيد قد أنهى الجدل الكبير حول مشاركة النهضة في الحكومة، ويحافظ بذلك على استقرار الانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس. ويذكر أن تونس تحتاج حكومة قوية لمواجهة تهديدات الجماعات المتطرفة التي زاد خطرها، إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد المنهار. هنا محمد بخشم، العربية. أتابع مباشرة من تونس مع الدكتور جوهر الجموسي المحلل السياسي التونسي. دكتور جوهر، أهلا بك معنا على العربية. هل يمكن القول الآن أن تشكيلة لحبيب الصيد الوزارية باتت مرضية لأكبر قدر من الأطراف السياسية التونسية؟ يبدو أنها في الظاهر مرضية لأغلب الأحزاب السياسية إذا اعتبرنا رقم عدد النواب، أو لنقول هي حكومة الأحزاب الساحقة في البرلمان، لأنها تنال تقريبا 180 مقعد من جملة 217 مقعد. ولكن هذا الرقم لا يعكس حقيقة الواقع في الشارع التونسي، لأنه نعرف أنه أول حزب هو اللي مفروض يشكل هذه الحكومة مسؤول عن تشكيلها هو حزب نداء تونس، بوصفه فائز في الانتخابات التشريعية. أغلب المنخرطين ومناضلين رافضين لدخول حركة النهضة للحكومة، والدليل أنه قرار المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس اللي اجتمع أمس في آخر اجتماع ليه كان قراره نهائي، وهو رفض دخول حركة النهضة للحكومة. لكن هذه هي الديمقراطية أستاذ جوهر، يعني أنه حركة النهضة حلت ثانية في هذه الانتخابات البرلمانية، كيف لها ألا تكون جزءا من الحكومة؟ هذه مفارقة كبيرة. هو المفروض أنه فيه تناقضات في مستوى المرجعيات الفكرية وفي مستوى البرامج بين حركة النهضة وبين حزب نداء تونس. كان المفروض حزمة تمليه الديمقراطية أنه حركة النهضة ترضى بلعب دور المعارضة، وهو دور هام جدا في البلدان المتقدمة، لكن حركة النهضة يبدو من خلال هذا الرقم اللي رضات به أنه منصب وزير واحد وثلاثة كتاب دولة، وهي عندها 27 مقعد، 27% نسبة حضورها في البرلمان، 69 مقعد كامل نالت بهم منصب وزير واحد وثلاثة وزراء دولة، في حين أنه أحزاب أخرى عندها 8 مقاعد فقط نالت 3 وزارات. فعلاً يبدو أن حركة النهضة كانت تلهث فعلاً وراء الحضور في الحكومة بكل السبل الممكنة. دكتور جوهر، أذن على المقاطعة، أنت سبقتني، أنا كان هذا سؤالي التالي: لماذا ترضى حركة النهضة أصلا بوزير للتشغيل المهني، طبعا مع احترامنا لهذه الوزارة، وثلاث كتبات دولة، في حين أنها هي في المرتبة الثانية، حلت في المرتبة الثانية بعد نداء تونس في الانتخابات؟
هذا المنطق المفروض أن تنال نسبة هامة جدا من الوزارات، لكن يبدو كما قلت أن حركة النهضة تلهث وراء الحضور بكل اللغات، وهذا ما خلاها ترضى أو شيء مش وزارة واحدة فقط، وإنما أعتقد أنه أصعب ملف وهو ملف حارق جدا ملف التشغيل. نعرف أنه في تونس فما تقريبا مليون عاطل عن العمل، نعم. أغلبهم من حامل الشهادات العلمية، وصعب جدا أنه أي طرف سياسي أو أي حكومة أن تحل الإشكال هذا في القريب العاجل. هذا يحتاج إلى سنوات طويلة جدا لحل المشكلة. يبدو أن حركة النهضة تبحث عن حل في ضوء هذه المتغيرات الجيوستراتيجية، عن إبراز نفسها كحركة مدنية بعيدة كل البعد عن الأحزاب الإسلامية اللي قاعدين نشوفوا فيها في مصر وفي ليبيا وغيرها، اللي موصومة الآن بالدواعش وبالإرهاب وإلى غير ذلك. دكتور، لما يبقى لي الكثير من الوقت، في أغلب الحسابات أغلبها تجمع على أن حكومة الصيد ستنال الثقة بأريحية الآن، ما شكل المعارضة يا ترى التي ستتشكل؟ المعارضة التي تتشكل هي اليوم، هي ولو أني من حيث الأرقام هي ضعيفة، ستكون في حدود 27 مقعد تقودها الجبهة الشعبية، لكن الواقع السياسي والواقع الاجتماعي التونسي اللي نشهدوه في الأشهر القادمة سيفرز قوة أخرى وسيعطي أبعاد أخرى وقوة أخرى للجبهة الشعبية اللي مش تكون هي الرابح الأول من تشكيل هذه الحكومة. والأكيد أنه الوقائع القادمة ستبرز أنه النهضة هي أول خاسر، ثم أيضا حركة نداء تونس تعيش معنا انفجارات في داخلها، لأنه العديد من مناضلي ومنخرطي حركة نداء تونس رافضين لدخول النهضة للحكومة، وهذا شفناه حتى أمس في مظاهرة انتظمت أمام مقر حركة نداء تونس، ونشوفوا حتى نواب من نداء تونس رافضين دخول حركة النهضة للحكومة. طيب. أيضا هناك صراعات داخل حركة نداء تونس في بين الجناح اليساري والأجنحة الأخرى اللي ما كانتش حاضرة في الحكومة هذه. دكتور جوهر الجموسي، المحلل السياسي التونسي من تونس العاصمة، شكرا جزيلا لك.